هلا والله. اليوم عندي لكم لعبة ليتل نايت ميرز. لعبة صار لها نازلة تقريبا شهر وشوي، ما حصل فرصة اني العبها للأسف، ولا جربتها ولا شيء يعني، ولا حتى شفت لها مقاطع، بس سمعت عنها مرة كثير وشريتها وقلت لازم العبها. سمعت انها تشبه لعبة انسايد، للي شاف لعبة انسايد عندي في القناة وكثير منكم اعجبت اللعبة ذيك، ف قلت يمكن لعبة ليتل نايت ميرز تعجبكم، فهذا مقطع بسيط للعبة. إذا شفت إن في تفاعل كبير منكم راح نكمل خليها سلسلة زي إنسايد. فخلنا ندخل ونشوف شو السالفة، إن شاء الله إنها تعجبكم ولا نطول في الإنترو خلاص. اوكي اسم اللعبة ليتل نايت ميرز، فكوابيس صغيرة. منظر اللعبة جميل للأمانة، مرة جميل بعد. أحب ستايل هذا من الألعاب، ما أدري ليش عندي نقطة ضعف مع اوكي حبيبي اوكي او انجز طبيعي. واو اقدر ارقى فوق. عاده في العاب زي كذا ما تقدر ترقى فوق، تقدر بس تنزل، بس تمشي يمين ويسار. هل في اشياء ورا هنا؟ ما اقدر اتسلق. اوكي كمل. سمحت. ضغطت واي، ضغطت اللمبة. نايس. خب الولاعة، يشوف الولاعة معك. طب هل اقدر اني اشيل شيء؟ او اقدر اشيل، اوكي اقدر امسك شيء. اوكي فتحنا الفرن. الأزرار أماكنها غير يعني. الولاعة لا تطفيها لأني ما أشوف شيء. كريبي المكان مرة. طفل أبلي الولاعة. جميل شكل اللعبة والله، مرة جميل، مرة جميل شكل اللعبة. واو. هلا الولاعة. ما نقدر افتح. مين انت؟ هلو. خلنا ناخذ معنا. تعال يا صديقي، خلاص بساعدك. ماني مخليك لحالك. لا ما اقدر، لازم اخذك معي. اوكي بحطك هنا على لا ما صديقي حطيتي في الجسم. ولا شو احس في حد يطلع علي. انقز فوق. لازم تتحدث.
لازم تتهنق طبعا. يوه المطرحة طلع ميت فوق شانق نفسه. ايش يا بطل؟ ممكن استعمل كرسيك الله يخليك عشان افتح الباب؟ انت ما انت محتاجه خلاص مت الله يرحمك. طيب نفتح الثلاجة اللي واحد أصلاً تعلق عليها عشان أو العبليسك. طيب نتسلق الثلاجة يمكن فيها شيء. أوه في شيء في طريق فوق. طيب قبل أن نلقى فوق هنا وش فيه؟ بدأت الموسيقى تصير مرعبة أكثر. أتموسفير حق اللعبة جميل جدا. هلا والله. إيش تبي؟ الولاعة؟ بيقضى ذا الغاز اللي في الولاعة وأنا ما وصلت. شوف ابن الإيه اللي فوق. ليو سامي جابر عليك. شغل هذه. يمكن هذه تشيك بوينت ما ادري والله، بس لانه طلع علامه السيفنج تخمين بس. حسب ان نقدر نولع ال شو اسمها ولع الخشب. ما اقدر نولع الخشب. طيب يا بطل وهقنا ولا وش السالفة؟ نفك الخشب يمكن. ما شاء الله عليك قوي والله. ولع ابليسك. شغل اللمبه. اوه شت بسرعه بسرعه. سامي الجابر احب ليو. الله عليك افتح الباب افتح الباب بسرعة. عشنا منهم يا عيال. اوكي شغل هذه لانه اتوقع هذول تشيك بوينت اظن. شوف طلعت علامة ال طيب هذول الكريهين اللي الحلزونات مي بحلزونة هي ما ادري شو اسمها عاد بس فهمت وش اقصد اللي تزحف هذه الليتش اسمها بالانجليزي ليتش. بالعربي ما ايش اسمها بالعربي؟ انا اسميها حلزونه مع انها مي بحلزونه لان مالها هذا الشيء اللي فوق بس نص دم هي. هذا اللي انا اعرفه انه ليتش نص دم. من هنا اصبر في باب هنا. هو اصبر شوي لا اسمع صوت هواء ولا صوت احد يصيح. والله ما اشوف شيء. وصلنا. يا فتحنا ترى يا بطل. لا يا بطل ما ينفع تسوي ذي الحركة. أتوقع لازم تنقز من هنا لهنا. أظن هذه الخطة ترى.
مجرد توقع يعني. اديله كذا. هل في شيء يركض انا ما ادري عنه؟ اتوقع اكس يركض. اي اكس يركض. اوكي انا ما ادري انه اكس يركض ترى. توني اتعلم الحركه ذي. توني ادري انه اكس يركض. اوكي توي يكتب لي انه اكس يركض. سريع يا بطل، سريع يا بطل، يمديك كفو. اوكي اكس يركض اللي بيلعب اللعبه، اكس يركض ترى. او شت. هذول ينحشون انا اركض وراهم بس، شو السالفة؟ بي اكس عرفت. في احد فوق جالس يشيل سحب معاه، شو اسمه؟ قفص. قفص ما اعرف حق ايش بس قفص معاه. اوكي خلنا الزنزانة، خلنا نولع هذه لان هذه الظاهر انها تشيك بوينت. لو سمحت ولعها الله يخليك، شكرا. يب هذه تشيك بوينت. خلاص خلاص تأكدنا انها تشيك بوينت. الحين طف اللمبة او الولاعة. مستر فار. اوكي هذا باين انه كهرباء من الصوت اللي جالس يطلع انه كهرباء. وش نقدر نسوي؟ طبعا نقدر نسك الباب. يمكن في شيء ورا الباب. ياب في شيء ورا الباب يا عيال. سلك راوند. يس اوكي هذا اللي سويناه. فين الكهرباء؟ هو لازم تركب بسرعة يا صديقي. اتكهرب كفو. يلا كورة. والله ما ادري شو اخذت يعني، بس اخذت يعني ما ادري احتاجه ولا لا اصلا، بس شلته. والله الوضع سقاير. لا تقولي لازم ارجع عشان اطفي اللي تو، لان شكله هذا اللي شكله هذا اللي لازم اسويه. اعطاني وقت مره طويل الظاهر وحتى حاط لي فتحه هنا اقدر ارجع عليها، فالظاهر اني لازم ارجع اطفيه مره ثانيه عشان اقدر انه اعدي كل ال. انزل انزل يا اهبل. يلا يلا عجل بسرعه. ريع يب يب يب. لا لا الظاهر هو يبغاني اصلا يجي كذا. يا ايوه شفت الحين انتهى الوقت. ها اوكي انترستينج. او شت وش ذي؟ اوكي لا تشوفك العين، عين لا تشوفك، انحش من العين. اوه في واحد فوق. ديجي ديجي البطل. اوه في هنا تشيك بوينت. اصبر شوي ولع تشيك بوينت. شكرا.
شلون اقدر ارقى البطل اللي فوق ذا مسكين؟ يمكن لازم اسحب معي شيء، بس ما في شيء ينسحب. يمكن لازم اتسلق دقيقة شوي، خليني اقدر اجرب اتسلق من هنا. يا لازم اتسلق. طب انا ابغى اروح للبطل اللي هنا. لا اطيح يا اهبل. ابغى اروح للبطل اللي هناك. لا تقولي السبك نحاش. اي يا ورع، انا جاي عشانك الحين بطل. انا ورع التشيك بوينت وسولف انا وياك. اوه حضناه. خليه يمشي معنا. يلا تعال. ما في مكان من هنا يا صديقي، تعال تعال من هنا، احنا جينا من هنا اصلا. يلا كم تعال، ولا بس كذا احنا نروح نحضنه وخلاص. والله ما ادري وش يبي، بس اني يعني اعطيته حضن الحنان والحب. ما يزعل يعني. اوه هذه صديقتنا. ما ادري وش ذا، بس الظاهر هذا يتجمع اشياء اظن. طيب اخذنا التمثال. طيب انا اقول نوقف هنا. اشوف انه وقت مره مناسب، 15 دقيقه على المقطع اشوف انه جدا جدا مناسبه. خلينا نحط بوز، بس نظره بسيطه بس على ليتل نايت ميرز. اذا حابين اكمل اللعبه اعطوني خبر تحت في التعليقات، بحاول اني اسجلهم كلهم كل اللعبه واجهزها للناس اللي حابه انها تشوفها. عاده النوع ذا من الالعاب كنت دائما العبه على اللايف ستريم، فلعبت انسايد على القناه مره عجبتكم، فقلت بشوف ليتل نايت ميرز يمكن تعجبكم. اعطوني خبر، اعطوا المقطع لايك اذا عجبكم، ديسلايك اذا ما عجبكم. بشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.